يا مرحبا وحياكم الله ويا اهلا وسهلا فيكم في فقره المطبخ والشيف الصغير. اليوم معانا جوانا السعيد، كيف حالك؟ مبسوط. نبغى الفقره سريعه اليوم، اسرع شيء. وش مجهز لنا اليوم؟ مجهزت لكم فواكه، هي عن فيت سمينين. ويلا نبدا. يلا نبدا بسم الله. احنا وياكم راح ناخذ المكونات، احنا وياكم اكيد مع التوته والحتوته. انا تحمست على القصه. يلا اوكي، نشوف. احنا وياك يا جوانا، حكينا عن المكونات اللي مجهزتها اليوم. مجهزة فراولة ومانجا. فراولة ومانجا. فراولة ومانجا. كيوي. كيوي و تفاح. توت. وتوت بري. توت بري. يا سلام. شوكليت. شوكليت. هذا خلص قبل الفاصل، عندنا ناكل منه. خلص اوكي. وهذا وهذا لازم اكل حلا عشان ارصحصح شوي. هذا اناناس. طيب ايش بتسوينا اليوم؟ صوت عالي. يعني هذول الحين الميكس اللي انت مسويته، هذا الكوكتيل، ايه وش بتسوين يعني؟ كيف الطريقه؟ ها؟ انت قلت نحطهم هنا. انا قلتها؟ انا قلت نحطهم هنا؟ مو انت مجهزه الطبخه الحين؟ طيب نسوي احنا وياكم ومع جوانا سلطة الفواكه. اول شيء شو بتسوين؟ نحط يلا الفراوله. اي تحطي الفراوله، يمسكي حطي الفراوله. يا سلام. بعدين ايش رايكم بطبخه جوانا اليوم؟ بعدين حط حلوه. بعدين التوت. يا سلام. وبعدين التفاح. الله عليك، حلو. يا سلام. تحبون الفواكه يا بنات؟ ايه. ايش تحبون في الفواكه؟ مع شكلتها شلون؟ يعني اخذها المانجا شوكولا عيشه. ما شاء الله، حلو. بعدين المانجا. ايوه. وبعدين صراحة يعني وبعدين ما قاعد تقولين، يعني ما قاعد تقولين، ودي تروح على الكاميرا عشان اشوفك. وبعدين ايش صار؟ وش ذا اللي مسويته؟ عبير ذا ولا وشو؟ ها؟ وش ذا يا حبيبتي؟ صبة؟ انت حس جريش. كيوي. كيوي يا حبيبتي، عشان في هنا باقي هنا. طيب بعدين تفضلي. بعدين شو تسوين؟ خلط. خلط. الله عليك. باقي باقي. باقي الاناناس. حلو ما شاء الله. اناناس وحيده مسكينه. الله عليك. طيب بعدين خلط. وش تسوين؟ خلط. تخلطين. ايش تحبون؟ اليوم عندنا مجموعه فواكه يا بنات، ايش تحبون اكثر فاكهه موجوده؟ كيوي، رمان مثلا، يعني موجود. انا فراوله وكيوي بس. فراوله وكيوي. وانت يا فراتي؟ فراوله ومانجا واناناس. فراوله مانجا اناناس. وانت يا رندي؟ جوافه بعد تحبها. ها؟ الفواكه. التفاح. ايه ايش بعد؟ بس. وانت يا رفوفي؟ بس فواكه كلها. طيب يلا احنا الحين بنسوي شيء ثاني لكم، بنجهز لكم طبق ثاني عشان كل واحد تاكل بالملعقه. الملعقه مره كيوت، صغيرونه مثلكم كذا عسوله. طيب والورد. طيب خليهم بدون ما نحط لهم شوكولا، احسن. ايش رايك يا جوانا؟ نحط لهم بس سلطه فواكه وياكلون وانا بساعدك فيها، ايش رايك؟ طيب لازم شوكولات عشان نحطها. ايش يا حبيبتي؟ لازم شوكولات. لا الشوكولات بعد ما نحط في الصحن نحط لهم شوكولات، صح؟ يلا قولي كذا. بسم الله. الله حلو. يلا تفضلي، خذي خذي. بسم الله. يلا تفضلي. الله عليك. يلا بنات واحده تجي تساعدنا توزع. انا تكفى تكفى. يلا تعالي. ها خذي. تعال تعال. انت هنا. ابي ادخل المطبخ. كنت هنا. يلا اطلع برا. يلا ما ينفع الرجاجيل. يلا تبين تحطي الشوكليت؟ اي انا احط الشوكليت. يلا حط الشوكليت شوي بس. ها شوي بس، ما احط كثير لي بس. لا لا شوي شوي عشان يكفي الناس الباقيه. انا المطبخ امزح. يلا حلو. فواكه بالشوكولاته. بالشوكليت. بالشوكليت. بس بس ملعقه واحده يا خوله. وزينيه لا تخربين الطبخه حقت جوانا. يلا اللي ما معها ملعقه تاكل بيدها. يلا اوكي. ترى احسن شيء تاكلون بيدكم، يعني بخلوا عليكم برستيج وكذا. لا لا كيس. لا كله بالملعقه. استفدت. اذا خلصت بقول كلام. يلا قولي وانت الحين قاعد تسوين. قولي يلا سوي سوي وقولي. اذا خلصت. اذا خلصت يلا نشوف. طيب بنات يلا كل واحد يجي تاخذ له حقه الطبخه حق جوانا، تقول شكرا يا جوانا وتاخذ الملعقه. يا خوله لا تخربطين الطبخه. شو تقول؟ بالعقه واحده. يلا همسكي. ها استفدت.
خلينا نحط هذا. اي هذا هذا خليه هذا خليه انا وياك ناكله. ابغى واحده بس فيها فراوله كثير. يلا نروح الفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل نكمل احنا وياكم فقراتنا مع المطبخ وفقراتنا مع برنامج صغار صار. خليكم معنا.